يا ربي وين ممكن ألقاها؟ وين ممكن ألقاها؟ وين راح تكون يا ربي؟ وين معقول بالفرشات؟ وين راحت؟ وين؟ زمنية اللي بتدور عليها صار لك 3 أيام يا زلمة. صرعتنا يا زلمة، قاعد بدور على الطبطبة، قاعد بدور على الطبطبة، كل الناس لقوها إلا أنا. ما إلك إلا تدورها برا، لأني أنا سمعت صوتها على الشارع قبل شوي. روح شوفها برا تلاقيها. يلا هسه بدور، بعيني الله إن شاء الله ألقاه. معقول هون؟ معقول هون؟ خلينا نشوف. شو بتساوي؟ شو بتساوي يا عمي؟ والله يا عمي قاعد ادور على الطبطبة وما لقيتها. والله انا طبطب على راسك. Run. معقول ألقى الطبطبة هون؟ والله يمكن. غابت الشمس وأنا للآن بدور على الطبطبة. صارت الدنيا ليل، عتمت، فقررت أني أروح على كل المولات، كل المحلات، كل الصيدليات أدور على الطبطبة. يا رب ألقاها، يا رب ألقاها، والله تعبت وأنا أدور، يا رب ألقاها. معقول تكون عند الفوط؟ والله ممكن تكون هون. خليني أجرب وأدور. لقيت الطبطبة. الطبطبة الطبطبة، وقف وقف. هي وقف وقف. مجنون ايش انت؟ مجنون؟ الله يعطيك العافية يا عمي. تفضل، شو بدك؟ يا اخوي والله الي 3 أيام بدور على الطبطبة وما لقيتها، وسمعتها عندك وبدي اياها. بدك الطبطبة؟ تعال تعال اطلع، تعال تعال. والله عن جد بتحكي؟ اقسم بالله انك زلمة محترم. بدك تعطيني الطبطبة؟ عن جد بتحكي؟ لا عليك. هلا بعطيك الطبطبة الأصلية. الأصلية؟ الطبطبة الصح بعطيك إياها هلا. الله يسعدك. والله إلي 3 أيام بدور عليها. شو بتساوي قاعد؟ يا زلمة شو اللي سويته؟ ليش سكرت الشبابيك والباب مش راضي يفتح؟ شو بتساوي أنت؟ اصبر هلا رح أطبطب عليك مزبوط هلا. طبطب علي؟ آخ يا رجلي! آخ! آخ! لقيت الطبطبة.